أتحدث فقط سريعا عطفا على ما بدأت به هذا الجانب السياسي فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية الممتدة بأوكرانيا بالتحديد خرسون في هذه الأيام. يعني فقط سريعا نذكر بأنه الآن ورد خبر عاجل منذ أقل من دقيقتين، بوتين يقول بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع الأطراف المرتبطة بالأزمة الأوكرانية ضمن حلول مقبولة، ولكنهم يرفضون ذلك. يعني هذا العاجل مثير للاهتمام، لأنه نعلم بأنه الولايات المتحدة الأمريكية بالظاهر يعني تقول وتحاول ربما يعني تو امباور اوكرانيا، يعني تعطيها الاسلحه، تعطيها الدعم. وبالتالي هل سيتفاوض بوتين مع الولايات المتحده الامريكيه؟ يقول بانهم يرفضون. هل رفضت؟ هل هناك مفاوضات او محاولات تحت الطاوله لا نعلمها، ام انه هذا كلام فقط الاستهلاك الاعلامي في ظل هذه العمليه العسكريه المستمره والضغوطات الغربيه؟ نتصل في الاخبار التي وردت قبل قليل، الان تاتي يعني المزيد من الاضافات حول روسيا. نعم، وكاله سبوتنيك تقول بان بوتين قال ابدينا استعداد للاتفاق مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة، لكنهم يرفضون. وطرحت بعض التساؤلات الهامة التي ربما نبحث عنها في برامجنا. وعندما نقول حلول مقبولة، هذه الحلول تختلف من الطرف الروسي من جهة والطرف الغربي من جهة، ويبقى سلاح الطاقة هو السلاح الذي تضغط به روسيا كذلك الغرب من خلال فرض كل هذه العقوبات على قطاع الطاقة إذن الروسي.